بسم الله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. اليوم غادي نوريكم كيفاش تفصلوا كسوة يكون عندها الصدايف القدام باسبالات. الطريقة غادي نبداو على بركة الله. غناخدو القياس ديالنا. أول حاجة غنديرو واحد السطر من هنا من الفوق باش ما نطولش عليكم. غناخدو مسطرة على هذا الشكل هذا، غندير واحد السطر بحال هكا. نتمناو يكون كيظهر ليكم. ها هو كيظهر. غادي ناخدو العبار ديالنا، عندها 40 في الكتاف، ناخدو 7 سنتيم ديال الدورة ديال الطول على هاد الشكل هدا، وناخدو من هنا القياس ديال الكتاف، عندها 40 سنتيم كناخدو كنديرو 20 زائد سنتيم، 21 هو القياس ديال الكتاف ديالنا على هاد الشكل هدا، وكنهبطو ب هادي عندها واحد عندها 30 30، غنهبطو ليها ب 24، حيت بالنسبة للي بغا في صالة عصرية كنهبط ليه مثلا بالقياس اللي لقيت من الكتاف، مثلا عندها 20 كنهبط ليها ب 20، ولكن بالنسبة كاين اللي مكيبغيش في صالة تكون مزيرة عليه بزاف وهادي كيبغي شوية ديال الخوفية كنهبطو ليه ب 24. كنديرو السطر ديالنا على هاد الشكل هذا. هيا انا كتب شوف واش واضح، واضح السطر. غندوزو للسطر، عندها 30، عندها 30 31، هيا على الشكل هذا 31. هنايا كنهبطو بالعدد اللي لقينا في الكتاف، عندها مثلا 40 كنهبطو ب 40، هيا على هذا الشكل هذا، وكنديرو السطر بحال هكا على هذا الشكل هذا. هنايا بالنسبة للباسان كنقسمو هذا العدد هذا غالبا باش يكون 24 مثلا، كاينة هنا غتعطينا 12 سنتيم، هي باش كنهبطو من هنا باش كنحددو الباسان. 12 سنتيم هي هادي، هاهي كنديرو السطر هنايا على هذا الشكل هذا، وكناخدو ديك 30 اللي درنا هنا كنعاودو نديرو عاوتاني 30 هنايا 30 31 31 عندها سينا سنتيم بالخياطة، 31 هي هادي. هنايا عندها 32 32 غنزيدو سنتيم 33، ونعبرو الطولة ديالها، عندها الطولة ديالها نعبرو الطولة عندها مترو و40، غنديرو لها مترو و43 على حساب الطوية. الطولة كناخدوها من هنا من هاد البلاصة، حيت هاد الجهة كتحفر ناقص 2 سنتيم، من هنا كناخدو الطولة من هاد البلاصة هادي باش تكونو عارفين. هاكا من هنا كنهبطو ب2 سنتيم، عاد كناخدو الطولة حيت غنقطعو الجهة ديال الكول، دا مترو و40، هادي لها مترو و43، هاهي على بركة الله. نبداو دابا في التقطاع ديالنا، بسم الله. هكا كنهبطو من هنا 3 سنتيم، الجهة ديال الكم كنهبطو ب3 سنتيم من هنا، 3 سنتيم من هنا، على هاد الشكل هذا، البلاصة اللي هبطنا منها 3 سنتيم. من هنا كنجرو التوب الفوق عندنا هنايا، ونقطعو هاد الشي هذا. هنايا باش تعرفوا غتكون كسوة بالحزام وعندها صدايف، يعني اول حاجه كنقطعوا الدوره ديال الكول 8 سنتيم هي هادي على هذا الشكل هذا، و
وتكون عندها صدايف هابطين حتى لهنا، مازال غنديرو فهاد الطالات غنقطعو هادي هابطة حتى لحد الحزام. على الشكل هذا نزلنا فيها 38، هنا غتبقى جوج سنتيم على البلاصة ديال الحزام فين غادي يكون، وهنا كنحددو البلاصة ديال الحزام فين غادي يكون، غنهبطو ب 17 سنتيم 18 سنتيم على حسب الحزام فين غادي يكون. هو 18 سنتيم كنديرو هنا، وكنشدو الدورة ديال اليدين هنايا، كنزيدو كنحفرو واحد جوج سنتيم، كنعبرو قبل ما نحفرو، قبل ما نحفرو كنشوفو الدورة شحال باش نقطعو الكمام. هنا كاينة عندي 26 سنتيم، 26 في الصالة ما كنحطش هاد العدد هذا، كنحط جوج سنتيم هنا، ما كنحطش هاد العدد هذا حيت حفرت جوج سنتيم هنا، هاديك كنخليها في المونش ملي كيركب الكم. كتدخل اون بي باش كيجي المونش غونفلي، ما كيجيش مجبد وكتجي البياسه مزيره. غنشوفوا دابا اشنو غادي نقطعوا، هنا نقطعوا 26 ونقطعوا 27 في الكمام. نشوفوا الكمام ديالو. بالنسبه للنوع ديال التوب هذا الساتان، هذا توب ساتان باش يعرف الجميع، كنحيو هاد البلاصه هادي. وانا الطريقه ديال الكمام انا غادي نفصل عادي، نتوما كتحطو 13 سنتيم من هنا، انا كنفصل بالمقص صافي عارف العبار فين كاين. بالنسبه للمبتدئين كتحطو 13 سنتيم من هنا وكتاخذوا العبار ديالكم هاك داير. هنا كنجي لهنا كندير 27، ها هي على هذا الشكل هذا 27، وكنشوف الطوله ديال الكم شحال فيه. الطوله ديال الكم مثلا فيه عندها 58 في اليدين، كنديروها على حساب الطويه 58، كنزيدوها 4 سنتيم 58 كتعطينا 62، ها هي 62 هنايا. كنشوفو راس الكم شحال فيه، راس الكم عندها فيه 13، كنديرو 14 سنتيم، 14 سنتيم بحال هكا. دابا شنو بقى لينا؟ بقى لينا الكول، غناخدو الكول الطرف هذا غنديرو منو الكول، ناخذو على هذا الشكل هذا. الكول كنديرو فيه 42، نقطعو فيه 21 على هذا الشكل هذا. الكول كيجي دائري على هذا الشكل هذا بحال هكا، ما كنقطعوش دروا، دائري على هذا الشكل هذا كيف كتشوفو. هو الكول هذا التحتاني، هذا الكول التحتاني كنديرو فيه 5 سنتيم باش كتنحيو جوج سنتيم، ها هي 5 سنتيم، 5 سنتيم باش كتمشي الخياطة كتبقى لينا فيه 3 سنتيم. وهنا كنديرو 21، كنديرو 22، ها هي 22، 23 على حسب باش يتسد ليها الصدافة، حيت غيكون بالصدافة على هاد الشكل هذا. دابا بعد ما قطعنا هذا الكول هذا كنشدو هذا الكول هذا عاوتاني كنديروه على هذا الشكل، كنحطو هذه هنايا، عقلو معايا مزيان، كنديرو واحد السطير هنا على البلاصه، كنحيدو الخياطه سنتيم ها هو، وكنديرو في العود درنا 5 سنتيم، هنا كنديرو 7 سنتيم هكا 7، وهنا كنديرو 9 سنتيم على هذا الشكل هذا. وكيجي عاوتاني داك الشيء اللي درنا من تحت الدائري لتحت كندوروه من هنايا، كيجي بحال هكا، كيجي الكول ديالنا على هذا الشكل هذا هكا. بحال هكا هذا هو الكول ديال
الكسوه كيجي على هذا الشكل هذا، يعني هذيك الكسوه ديال الخروج ملي غنحيو سنتيم ديال الخياطه كيجي لنا بحال هكا على هذا الشكل هذا. وعلاش كنحفر من هذه الجهه هذه بحال هكا؟ باش الكل ملي كيركب كيجي لاصق، ما كيجيش خارج وعرض على البياسه، باش ملي كيجي في الشكل ديالو بحال هكا كيجي دائري، كيجي دائري على هذا الشكل هذا، باش هاد الدوره هادي ملي كنركبوها في البياسه كيجينا الكل طاير، كيجينا بحال هكا، كيجي الكل على هذا الشكل هذا. دابا بقى لينا الباسبالات، بقاو لينا الباسبالات اللي غنديرو فيهم الصدايف. كيتخدمو على الشكل ديال الباسبالات ديال السراول ديال الرجال، غير هي كتكون فيهم كرانه وحده، اما بالنسبه للسروال ديال الرجال كتكون فيه جوج ديال الكرانات. كناخذ هذا الطريف هذا من هنايا هكا، وهادو مازال غيكون فيهم الفيزلين، هاد الطاسبالات مازال غيكون فيهم الفيزلين، وغيكون حتى في الكول باش يجي واقف. هنا دابا سالينا الصالة، دابا غادي نخرجو للحزام، غادي نشوفو الباسبالات، نوريكم الطريقة ديالهم باش يستافد الجميع. هاهي بعد ما مقطعة بحال هكا، مثلا كنشدو الباسبالة كيكون فيها الفيزلين، كنلصق في هاد الجهة هادي، وكنشدوها كنطويوها بحال هكا على جوج، كنطويوها على جوج، وكنديرو الباسبالة كنركبوها هنا. على الطريقة هذه على هذا الشكل هذا كنركبوها، ملي كنوصلوا لهذ الفتحة هذه هنايا، ملي كنوصلوا لهذ الفتحة هذه كنفوتوا شوية، كنفوتوا هاد الكرانة هذه شوية حتى لحد هنايا، والعدد اللي كاين هنايا هو اللي كنخليو في هاد الاسباس هادي، باش ملي كنديرو الكرانة كتجي لينا الباسبالة مقادة للداخل. على بركة الله دابا نشوفو نقطعو الحزام. شوفوا شي طرف يكون فينا الحزام، واخا والحاجه غنشدو المسطره الطويله بلا كيجينا مقاد، نشدو الحزام بحال هكا كنديرو مسطره، وكنشدو الطباشير بحال هكا، غادي نزيد ليه جوج سنتيم من هنا وجوج سنتيم من هنا. كل ما كان الحزام بالنسبه للكسوه عرض كيجي زويون عاطي الديكور. بابا قال لك ماما جي، كنشدو جوج سنتيم هكا، جوج سنتيم بحال هكا، هكا الحزام غادي يجي عرض مزيان. كل ما كان الحزام عرض كيجي عاطي الديكور. والى هنا انتهى الدرس ديالنا اليوم ديال الفصاله ديال الكسوه، وكنتمنى لكم التوفيق والنجاح، وكنشكركم على التعاليق ديالكم الجميله والمتميزه، ومسيره موفقه للجميع، وشكرا لكم بزاف بزاف. وما تبخلوش علينا بالاشتراك الى عجبكم الفيديو، وبارطاجيو مع الخوت والاخوات. جزاكم الله كل خير، الله ييسر اموركم ويفرحكم يا ربي. اتمنى لكم التوفيق والنجاح باذن الله. شكرا لكم على المتابعه، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.